بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة قدامنا مجسم الفوت. نبدأ بنتكلموا على الكومبارتمنتس قبل ما نبدأ نفصله في الأعضاء المسلز والساكسس الثانية، تمام ولا؟ أول حاجة عندنا two main bones of the foot، هما tibia and fibula and the tarsals and metatarsal bones وإلى آخره، تمام ولا؟ بين التيبيا والفيبولا عندنا الكرورال انتروسيوس ممبرين. هيقسم الفوت لأول حاجة الانتيريور كومبارتمنت، لاترال كومبارتمنت، اند بوستيريور كومبارتمنت، تمام. نبدو في المصلز، تمام. أول حاجة عندنا المصل هذه التندن متاعها نازل ماشي هيك وجاية قدام التيبيا، اسمها تيبياليس انتيريور، تمام. وهذا اسمها التندن متاع تيبياليس انتيريور نازل من التيبياليس انتيريور، تمام ولا؟ بعد التيبياليس انتيريور عندنا الاكستنسور هاليشوس لونجوس ماشي البيج تو، تمام. بعدين عندنا الاكستنسور ديجيتورم لونجوس، اكستنسور ديجيتورم لونجوس جاي وعاطي فور تندنز للفور توز، تمام ولا؟ هذا الاكستنسور ديجيتورم لونجوس. بعد الاكستنسور بنحوله عليه اللاترال كومبارتمنت. اللاترال كومبارتمنت فيه تو مسلز اللي هما البيرونيوس لونجوس جاي تندم بس بيرونيوس لونجوس، وعندنا البيرونيوس بريفس، تمام ولا؟ بيرونيوس لونجوس تندن بيرونيوس بريفس، تمام. والتندن دعم ماشي جاي ليش هذه. وعندنا مصل ثالثة جاية بين اللاترال كومبارتمنت وتعتبر تبع الانتيريور كومبارتمنت اللي هي بيرونيوس تيرشوس، جاية تندم بس مش طالعة في التوزيع بتاع المصل، تندم بس تندن اوف بيرونيوس تيرشوس، تمام. بعد ال اللاترال كومبارتمنت نمشي لي البوستيريور كومبارتمنت. البوستيريور كومبارتمنت عنده اول حاجه جهه التيبيا تيبياليس بوستيريور، تمام. عندنا هذه تيبياليس انتيريور وراها بالضبط تيبياليس بوستيريور. بعدين عندنا هي اللي هي الفليكسر فليكسر جروب، انا عشان فليكسر جروب نحو اللي هاي باش نوصل اتجاه التندن بتاعها. من التندنس نقدر نسنشن هذه فليكسر ديجيتورم لونجوس ماشية، التندن بتاعها عطي أربعة تفرعات جاي تحت ال هذا الفلكسر ديجيتورم بريفس، تمام ولا؟ بعد فلكسر ديجيتورم لونجوس عندنا فلكسر اللي هذه فلكسر هاليشوس لونجوس. كيف عرفنا فلكسر هاليشوس لونجوس؟ جاية والتندن بتاعها ماشي وعطي لي البيكتو فلكسر هاليشوس لونجوس، تمام. بعد عندنا المصل الأخيرة اللي هي جاية في البوستيريور كومبارتمنت اللي هي سوليوس مصل ماشية ونازلة عاطية تندن بتاعها خاش في الكالكونيوس تندن أو تندن كالكونيوس أو الأخيلس تندن جاي شاد في الكالكونيوس بون، تمام. بعدين بعد ما كملنا المصلز اللي جايات في الليج خش في المصلز بتاع الفوت، تمام. عندنا أول حاجة المصل هذه اللي جاية من هنا هذه الاكستنسور ديجيتورم بريفس، تمام. تكلمنا عن لونجوس وان هذه جاية من هنا تحتها بالضبط الاكستنسور ديجيتورم بريفس عاطي الفور تندنز اللي ماشيات للفور توز، تمام. بعدين عندنا قلنا ان في اكستنسور هاليشوس لونجوس، معناه في اكستنسور هاليشوس بريفس وينه؟ هذا اللونجوس تندن بتاعه هذا المصل، ان هذا الاكستنسور ديجيتورم بريفس ماشي دي الاكستنسور هاليشوس بريفس ماشي للبيك تو، كويس. بعدين عندنا اللامبريكلز الانتروسيوس مسلز جايه بين البونز تاع الفوت، هما اللي داخل الفوت هنا غير الديجيتورم والهاليشوس، عندنا الانتروسيوس مسلز جايه من داخل، تمام. نمشي تو للبلانتر سيرفيس، تمام. في الجاهيه عندنا المصل الاولى اللي قلنا عليها جايه شاده في اسمها الليتل تو وجايه من الجنب، شو معناها؟ اسمها ابدكتور ديجيتي مينيما، تمام. جاي من الجهه هذه رقم 32 ابدكتور ديجيتي مينيما. بعدين عندنا المصل الثانيه هذه جايه هنا وشاده في البيج تو وجايه من الجنب، لو قبضت حتدير ابدكشن للبيج تو، شو معناها؟ ابدكتور هاليشوس بس بدون يعني ينفعش تنقص البريف ابدكتور هاليشوس، تمام. بعد الابدكتور هاليشوس عندنا مصل ثانيه جايه
جايه تحت الـ تحت التندن اوف اوف فليكسر هاليشس لونجس اللي هي فليكسر هاليشس بريفس تحتها بالضبط انا فليكسر هاليشس بريفس ذاك المصر بتاعه تمام ولا بعد الفليكسر هاليشس بريفس فكوا من هنا عندنا الادكتور هاليشس وعندها تو هيدز اوبليك هيد اوف ادكتور هاليشس اند ترانسفير هيد اوف ادكتور هاليشس كيف عرفنا الدكتور شاد في ال شاد في البيب تو من الجنب لو أن قبضة الزوز حيشدوك سكر صوبة لبعض تمام بعدها بالضبط عندنا البلانتر انترشس تمام بلانتر انترشس مصلز بلانتر انترشس مصلز هذا الأوبليكات